في مثل هذا اليوم 29 مارس 1959، العاقدان سلحواس وعمروش يستشهدان معا في ساحة الشرف. بإحدى قرى جبال جرجرة ولد البطل عمروش أيت حمودة سنة 26. وقتها كان سلحواس ابن 3 سنوات يترعرع بإحدى قرى الأوراس وسط أسرة ميسورة الحال. المعروف عن الشهيدين أنهما كانا منذ ريعان شبابهما يتحليان بأخلاق رفيعة وقيم وطنية جعلتهما يتعطشان للالتحاق بصفوف المناضلين الجزائريين. ورغم المسافات البعيدة التي فرقتهما، إلا أن المسار النضالي جمعهما لأول مرة عندما اختارا الانضمام إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية بزعامة مصال الحاج. المصادر التاريخية تذكر عن البطلين نشاطهما النضالي المكثف ليس في الجزائر فحسب، وإنما حتى في الخارج، حيث أوكلت لهما مهمة نشر القضية الجزائرية وتوعية العمال المهاجرين والطلبة بأهمية الثورة لمساندتها والالتحاق بصفوف مناضلها. وما إن اندلعت الثورة المباركة حتى عاد سلحواس وعمروش إلى أرض الوطن للمشاركة في العمل المسلح. في شهر سبتمبر 55 وبقرار من قادة الأوراس، انتقل الشهيد سلحواس إلى الصحراء للعمل على توسيع رقعة الثورة في تلك المنطقة. موازاة مع ذلك، كان الشهيد عمروش قد ارتقى إلى رتبة ملازم ثاني فمسؤول عن ناحية القبائل الصغرى، حيث تمكن في ظرف وجيز من إرساء النظام الثوري وتكوين الخلايا في القرى والمداشر. المعروف عن الرجل أنه بذل مجهودات جبارة لعقد مؤتمر الصمام، فرغم محاصرة المنطقة بأكثر من 60,000 عسكري، إلا أنه تمكن من تضليل العدو من خلال المخططات التي أعدها. في ربيع 57 قام البطل عمروش بمهمة إلى تونس، التقى خلالها بقادة الثورة وبعض المسؤولين، كان من بينهم سلحواس. هذا الأخير ومباشرة بعد عودته من تونس ارتقى إلى رتبة ضابط ثاني قائد للمنطقة الثالثة للولاية الأولى، وبعد وفاة علي ملاح عين قائدا للولاية السادسة. في ذات الوقت كان البطل عمروش قد عين من جانبه قائدا للولاية الثالثة. وفي أوائل شهر نوفمبر 58 حضر الرجلان الاجتماع التاريخي المعروف بمؤتمر العقداء. وبعد دراسة الوضعية العامة للثورة في الداخل والخارج، كلف العاقدان سلحواس وعمروش بالقيام بمهمة الاتصال بقيادة الثورة المتواجدة بالخارج وتنفيذاً لتلك المهمة. قدم العقيد عمروش في شهر مارس 59 من الولاية الثالثة والتقى بالعقيد سلحواس بنواحي بوسعادة. وفي طريقهما إلى تونس مر العقيدان بجبل تامر، هناك وقعا في اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال انتهت باستشهاد البطلين معا في ساحة الشرف.